بما انه ظل عنا في متسع في الوقت في الحبة، بدي اقول لكم على شغلة بدي حدا منكم والله يعاوني فيها. انا قررت اشتري خروف وبدي حدا منكم يساعدني. والله في حدا منكم بيع خرفان والسودا احنا بقديش والله الخروف عندكم؟ اية البيض ولا السود؟ لا البيض. البيض ب 300 والسود برضه 300. بالله عليك ليش شو بتطعموهم انتو؟ اية البيض ولا السود؟ لا البيض. البيض بنطعميهم برسيم. ليش مش السود؟ برضه برسيم. ما بالله عليك ليش شو وين حاطينهم انتو؟ ايوه استاذ البيض ولا السود؟ لا البيض. البيض في المزرعة عندنا. ليش والسود؟ السود ما بنضبط في المزرعة. بالله عليك ولك انت فقعت قلبي، كل ما اقول لك شغلة بتقول البيض ولا السود وفي ناس تطلع نفس الحكي. والسود ما انت مش عارف شو القصة. ليش شو القصة؟ البيض تعونا والسود السود برضو تعونا.